بدي ارحب بدكتور عمار السمر، اكاديمي وباحث سوري مختص في التاريخ، ومعنا من تركيا. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم انتم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا. اهلا بك. يعني ايش رايك نحكي بدايه عن موقع المتحف الوطني بدمشق؟ هو يلقب بعميد المتاحف، سبب هذه التسميه؟ يعني من الطبيعي أن يلقب عميد المتاحف لأنه المتحف الوطني لكل سوريا. في باقي المحافظات السورية يوجد متاحف، مثلا يوجد في اللاذقية متحف، يوجد في السويداء متحف، في كل مركز محافظة سورية يوجد متحف يحتوي آثار هذه المحافظة، ولكن المتحف الوطني في دمشق أولا هو أقدم متحف في سوريا. الأمر الثاني يضم آثار من جميع المحافظات السورية، بالعكس أهم الآثار من جميع المحافظات. الموقع كما جاء في تقريركم كانت أرض المرج، يعني مدينة المعارض القديمة على ضفة بردة بالقرب من التكية السليمانية. هنا تم بناء المتحف الجديد في الثلاثينات، كان مصمم المتحف المهندس الفرنسي إيكوشار. هذا المهندس الذي كان متعاقد مع الحكومة السورية تحت الانتداب الفرنسي، وكان يقدم وترك الكثير من البصمات المعمارية في مدينة دمشق في تخطيط الشوارع وبعض الأماكن، ومنهم من يحمله يعني الشكر أنه أجاد، وبعضهم يقول أنه ارتكب بعض الأخطاء. وكما جاء في تقريركم يعني البداية كانت في عام 1919، يعني في زمن الحكومة الفيصلية أو الحكومة العربية بعد نهاية الفترة العثمانية. ولننظر أنه في هذه الفترة المبكرة، يعني في زمن الملك فيصل، استمرت الحكومة 22 شهرا، ولكن تم وضع أسس لبعض مؤسسات الدولة التي استمرت فيما بعد، منها دائرة الآثار، وكانت تتبع لوزارة في ذلك الوقت اسمها كان وزارة المعارف. وتم اتخاذ المكتب المدرسة العادلية، وهي مقابل المدرسة الظاهرية التي سميت فيما بعد المكتبة الظاهرية، التي كان قد بدأ فيها قبل 1919 تجميع الكتب والمخطوطات من دمشق بهمة الشيخ طاهر الجزائري وبعض المثقفين من دمشق، وكانت بداية المكتبة الظاهرية، وجمعت تحت قبة الظاهر ببرس حيث يوجد ضريحه، استفيد من المكان. ويعتبر الأمير جعفر الحسني الجزائري يعني يعتبر أول مدير للمتحف، وتم إفاده بعد يعني فرض الانتداب الفرنسي على سوريا للدراسة الآثار والمتاحف في سوريا. والمتحف مكانه يعني ما زال الذي بدأ فيه عام 1937، ثم زيد عليه فيما بعد حتى توسع يعني وأخذ شكله النهائي، هو في نفس المكان كما قلنا في أسفل البرامكة، أسفل جامعة دمشق. دكتور عمار، المتحف كما ذكرت يعني من أقدم وأشهر المتاحف العربية، خلينا نأخذ لمحة عن أقسام المتحف وأبرز مقتنياته. حقيقة المتحف كما جاء في تقريركم يتكون من 5 أقسام رئيسية، بالإضافة إلى أن حديقة المتحف، الحديقة المحيطة بالمتحف، هي متحف في الهواء الطل، حيث استخدمت لعرض قطع أصلية يعني موجودة في حديقة صحيح المتحف. عم نشوفها حاليا. نعم. إذن هناك 5 أقسام، ويوجد ميزة في هذا المتحف قبل أن أسرد هذه الأقسام. حقيقة تم نقل بعض نماذج الآثار السورية وأقيمت في داخل المتحف، يعني مثلا يوجد فيه القاعة الشامية. القاعة الشامية وهي قاعة من القرن 18، كانت في بيت مردنبيك، وتم تفكيكها ونقلها وتركيبها في قاعة خاصة في المتحف الوطني، حيث تظهر فنون الأرابيسك والتزيين بالخط العربي، وجميلة جدا، وتستخدمها وزارة الثقافة لإقامة الندوات. أيضا تجد فيه كما جاء في التقرير واجهة المتحف الخارجية، الحقيقة هي عبارة عن واجهة قصر الحير الغربي الذي يعود للعصر الأموي، يعني من الآثار الإسلامية المبكرة جدا.
حيث تم طبعا الواجهة ليس كلها أصلية، يعني نفس واجهة الآثاريون يعني هي منقولة تقريبا، وضعوا تصميم وما هو متوفر نوافذ درابزين هذه وضعت فيه. أيضا يوجد فيه كنيس، كنيس يهودي يعني، نقل كما وجد في مدينة دوراروبوس. دوراروبوس تعود إلى يعني عصر اليوناني، من الآثار اليونانية تعتبر، وهي الآن اسمها قريط الصالحية على نهر الفرات. نقل هذا الكنيس وبني مرة أخرى، واللوحات التي داخله يمتلئ باللوحات التي مستمدة، الرسومات يعني الجدارية المستمدة من التوراة. أيضا تم نقل نموذج للمدافن التدمرية التي كانت تحت الأرض، وهو مدفن يرحاي، وهو مدفن جميل جدا لهذه العائلة، حيث توجد النواويس يعني التوابيت وفوقها الأغطية، وتظهر رؤوس وأصحاب هذه التوابيت. أما نأتي الآن، هذه إذن من أهم المعالم فيه. آتي الآن إلى الأقسام، هنا قسم عصور ما قبل. طيب إذا قبل ما نحكي عن الأقسام دكتور عمار، هلأ يعني أغلب الآثار اللي ذكرتها حضرتك هي مكتشفة في القرن العشرين، موجودة صحيح بالمتحف حاليا. هلأ صحيح، إذا بنسأل سؤال بشكل آخر، يعني هل تم اكتشافات أخرى أو أضيفت بعد 1950، أضيف شيء للمتحف، اكتشافات أثرية؟ نعم، أضيف للمتحف عدة أقسام، يعني حتى في بناء المتحف أضيفت عدة أقسام. طبعا كلها الموجودات من القرن العشرين. لماذا؟ إذا تذكرتم في بداية قلنا أن بداية التأسيس كان عام 1919. حقيقة ما قبل 1919 في العصر العثماني جاءت بعثات أثرية واكتشفت العديد من المكتشفات الأثرية، وتم نقلها حقيقة إلى أوروبا. يعني مثلا ماكس فون أوبنهايم اكتشف تماثيل وآثار عظيمة في منطقة الجزيرة السورية، الآن موجودة في ألمانيا. إذن في الخمسينات والسبعينات يعني كان في سوريا ما قبل 2011 كان يعمل عشرات البعثات الأثرية. بالمناسبة يعني ما هو معروض في المتحف دمشق لا يعني لا أعتقد 10% أو أقل من 10% من الموجودات الموجودة في خزائن المتحف، حيث يوجد عشرات آلاف القطع الأثرية ليس في هذا المتحف، في كل المتاحف السورية، ولكن يتم اختيار النماذج الأجمل والصالحة للعرض ويتم عرضها. وهذه جزء من الآثار، جزء بسيط من مقتنيات المتحف الذي يضم مجموعات أثرية مهمة جدا يتم الحفاظ عليها في مستودعاتي. جميل دكتور، خلينا نرجع إذن على الأقسام الخمسة اللي موجودة بالمتحف الوطني بدمشق، لو هيك تنطينا لمحة سريعة عن كل قسم وتفصيل كل قسم أيضا. يعني كما قلت، القسم الأول يعني حسب ترتيب التاريخ عصور ما قبل التاريخ. عندما أقول ما قبل التاريخ يعني ما قبل اختراع الكتابة. هناك آثار يعني تعود لإنسان ما قبل مليون سنة، وهناك آثار بعض الحيوانات من مناطق سورية مختلفة، من الساحل السوري، من عفرين. أيضا القاعة الثانية هي القسم الثاني هو الآثار الشرقية، هكذا سميها. طبعا هنا المقصود به هناك قاعة لآثار مدينة أوغاريت، ماري، إبلة، تل مرديخ. مثلا في قاعة أوغاريت في إحدى خزن العرض تحت عدسة مكبرة وضعت أقدم أبجدية في العالم المكتشفة، يوجد قطع فنية مصنوعة من العاج تظهر التأثيرات المصرية في أوغاريت. أيضا قاعة إبلة يتم عرض العديد من الرقم الطينية، يعني وهي قطع طينية مكتوب عليها بالكتابة المسمارية، الكتابة الإبلائية. طبعا هنا أذكر أنه في مدينة إبلة في تل مرديخ في محافظة إدلب الآن تم اكتشاف أقدم مكتبة في العالم، آلاف الرقم الطينية موجودة الآن هي، ولكن يتم عرض عشرات منها كنماذج، وهي عبارة عن رسائل وتقارير. أيضا هناك قاعة ماري، مدينة ماري تقع على نهر الفرات في المنطقة الشرقية، توجد فيها تماثيل جميلة. مثلا في مهرجانات الموسيقية في سوريا وعلى الطوابع يوجد تمثال اسمه أورنينا، يعني هي آلهة للموسيقى. هذا التمثال تستطيع أن تراه هناك.
ننتقل إلى القسم الثالث. أنا أتذكر تماما كنت دوما أذهب إلى هناك. قسم الآثار العربية الإسلامية، وتجد فيه آثار من مختلف الحقب الإسلامية، أموية، عباسية، مملوكية. توجد سيوف وخناجر من فترات زمنية مختلفة، توجد يعني بعض المعروضات من الملابس الحربية، هناك بعض شعارات المملوكية، هناك أيضا قسم خاص للصناعات الزجاجية من التي تعود إلى الفترة الإسلامية، جميلة جدا. أيضا يوجد في هذا القسم قسم للمخطوطات، حيث تستطيع أن تجد مخطوطة الزهراوي أو كتاب القانون في الطب لابن سينا. ننتقل إلى قسم آخر، جهة أخرى من المتحف، هنا قسم الآثار اليونانية والرومانية والبيزنطية، وفيه معروضات أثرية من محافظة السويداء ودرعا وريف دمشق، حيث تجد لوحات فسيفسائية كبيرة جميلة، يعني كل منها تمثل قصة بحد ذاتها، يعني ليس فقط هكذا فسيفساء، في الفسيفساء الرسومات التي موجودة فيها تمثل قصة ما. توجد نواويس رومانية كبيرة، طبعا علية القوم كان هناك لهم مدافن خاصة وتظهر تماثيلهم. أيضا هناك قسم قاعة خاصة للآثار التدمرية، يوجد فيها عشرات التماثيل وأيضا المدافن التدمرية. أيضا هناك قاعة لآثار دورا روبوس، وتوجد لوحات جدارية كبيرة جميلة جميلة جدا. أيضا هناك قسم، وهذا استحدث فيما بعد، اسمه قاعة الفن السوري الحديث والمعاصر، ضافوه على وفيها لوحات فنية لكبار الفنانين السوريين مثل فاتح المدرس، يلا ذكروني بعض، نصير شورى مثلا، فاتح المدرس، هؤلاء كبار الفنانين، عدة أسماء من كبار الفنانين والرسامين الموجودين بسوريا، نزير نبعة وغيرهم. وأسلوب العرض فيها جميل جدا، حتى هناك تقابلك لوحة يعني انتشرت من سوريا، هي لوحة صلاح الدين الأيوبي وهو يقبل استسلام الفرنجة بعد معركة حطين، حيث كان قد انطلق من دمشق. طيب بفعاليات أيضا يعني تقام بالمتحف الوطني بدمشق؟ نعم، دوما في المتحف الوطني في دمشق كانت تقام إما ندوات أحيانا كما قلت في القاعة الشامية، وأيضا كانت تقام معارض، أحيانا معارض أجنبية هناك. يعني عندما تدخل في بداية المتحف من بوابة قصر الحير الغربي، سوف يكون هناك بهو كبير جدا، هو يماثل البهو الذي كان موجود في القصر الأساسي. يستخدم هذا المكان لعرض أحيانا معارض غير دائمة. أتذكر مرة قمنا به في معرض للآثار أو الوثائق عفوا الموجودة في الأرشيف السوري عن فلسطين والقدس. أيضا بعض الدول الأجنبية تأتي وتقيم معارض في هذا المكان، بعض الفنانين السوريين. أحياناً في حديقة المتحف تكون هناك نشاطات ثقافية. نعم. دكتور عمار، خلينا نختم مع حضرتك بأهمية هذا المتحف، يعني كما ذكرت هو يختصر تاريخ سوريا من الشمال إلى الجنوب، من الغرب إلى الشرق، في هذا المكان الصغير، ولو قلت حضرتك أنه يمثل 10% يمكن من اللقاء الأثرية، ولكن هو مهم جدا. من يرتاد، هل الأجيال القادمة، أو خلينا نقول توصيتك للأجيال الشباب الصغار حاليا بأنه يروحوا ويشوفوا هذا التاريخ؟ حقيقة في كل دول العالم المتاحف جزء شيء مهم من أجل تعزيز الهوية الوطنية الجامعة لأهل أي بلد، يرون تاريخهم المشترك، والتاريخ شيء مهم جدا في أي بلد من أجل الحفاظ على هوية هذا الشعب وإيجاد تاريخ مشترك له. طبعا كما في كل دول العالم، عادة وزارات التربية تنظم رحلات مدرسية للمتاحف، ومع برنامج كامل يشرح لهم أهمية هذا المتحف في تاريخ البلاد. حقيقة ما قبل 2011 كان يأتي إليه زوار من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، ولكن بشكل عام يعني
السياحة الثقافية في سوريا كسياحة داخلية لم تكن قد أخذت حظها. حقيقة سوريا بشكل عام هي متحف في الهواء الطلق، أينما ذهبت في سوريا يوجد القلاع، يوجد الحصون، يوجد الآثار. والحمد لله أنه هذا المتحف بسبب نتيجة حرب النظام على الشعب السوري لم يصاب بأذى، بينما في مناطق وبعض المواقع الأثرية الأخرى مثل تدمر وغيرها أصيبت بأضرار جسيمة وأيضا عمليات نهب ولكن بشكل عام المتاحف السورية الحمد لله لم تتعرض لأذى كبير. السلطات الأثرية يعني بغض النظر عن السلطات السياسية يعني قامت بدور مهم للحفاظ على الآثار. جميلة هي سوريا بكل معالمها، وبدنا نشكرك على الكلام الجميل عن سوريا وعن الآثار. على طول يعني أنت ضيفنا بشكل دائم، تحكي لنا عن المناطق الأثرية، عن اللقاء الأثرية وعن تاريخنا الجميل بسوريا. دكتور عمار السمر، أكاديمي وباحث سوري مختص في التاريخ، كنت معنا من تركيا، شكرا لك. شكرا لك، نهارك سعيد. مع السلامة. بأمان الله، مع السلامة. هلا بك.